أهلا بكم في الليلة، معكم عازم علي ونناقش فيها: لم يغادروا طفولتهم لكنهم غادروا الحياة، سافروا إلى مصر مرضا وعادوا منها جثثاء، أوفدتهم الدولة إلى مشافي القاهرة لزراعة النخاع العظمي فحصدوا خيبة كلفتهم أعمارهم، متى 8 أطفال أو يزيدون و3 آخرون أصيبوا بفيروس سي خلال العلاج وزراعة النخاع العظمي في مستشفى وادي النيل، في التجهيزات الصحية الرديئة القابع في مبنى شبيه بثكنة عسكرية وفق أهالي الضحايا. أطفال النخاع الموتى بمصر، من المسؤول وأي حلول؟ نناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة، تتابعون عناوينها مع مروة العيش. شكرا لك آزم. وفي عناوين هذه الليلة: عقب أول اجتماع لها في سرت، لجنة الترتيبات المالية تطالب الجهات الرسمية بمدها بالبيانات الدقيقة للإرادات السيادية. الرئاسي يعلن انطلاق أعمال لجنة تحضيرية لمؤتمر المصالحة في برازافيل تمهيدا لانعقاد كل مؤتمراتها داخل البلاد. ووسط تباين في الآراء، مكونات مدنية بجبل نفوسة تواصل معارضتها لضم المديريات وتستنكر استمرار الداخلية في تنفيذه. يشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميل محمد زينب. شكرا لك مروة، تتابعون معنا في نقطة نقاش الليلة. تسرب كبير في المحطة 41 بجهاز النهر الصناعي الواقع قرب منطقة زويتينا شمال جدابي، ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر ب 500 ألف متر مكعب. فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب الذي سيؤدي إلى قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وجدابي لمدة غير معلومة، مبينا أن سبب التسرب يعود إلى سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالأنابيب والقيام بالوصلات غير الشرعية من قبل بعض المواطنين. فما هي الأضرار التي حدثت جراء هذا التسرب في إحدى محطات النهر الصناعي، وكيف يمكن السيطرة على استقرار وضع الإمداد المائي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا؟ في ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية نتعرف عليها صحبة الزميلين محمد القرج وبدر عمار، إليكما. شكرا لكما. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، وزير التخطيط بحكومة الوحدة يدعو من نيويورك المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، بطل الدوري الليبي لكرة القدم في النسخة الأخيرة يشد الرحالة إلى السعودية من أجل البطولة العربية. كانت هذه عناوين الليلة، ما نفرقكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. طلب أعضاء اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بفادهم بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية. وطالبت اللجنة في بيان صادر عنها عقب اجتماعهم الأول في سرت ببيانات إيرادات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي ومؤسسات الاستثمار والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية، داعية إلى توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء بحسب قولها. ودعت لجنة البعثة الأممية إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل تهيئة الظروف نحو إجراء الانتخابات وفق نص البيان. متسلحة بارتياح محلي وترحيب أممي، عقدت اللجنة المالية العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام اجتماعها الأول في مدينة سرت، وتحت عنوان يمكن وصفه بالكبير، وتمثل في مناقشة آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات ليبيا. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وباعتباره رئيس اللجنة، دعا في كلمته الافتتاحية جميع الأطراف إلى ما قال عنه ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة، مطالبا
بمقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية. من خلال المخرجات المتوقعة لهذه اللجنة نتطلع إلى تعييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات. الإرادة القوية من الجميع، هذا ما ينقص تنفيذ عملية التوزيع العادل للإيرادات بحسب المنفي، مضيفا أن عملية توزيع الثروة هي عملية فنية ستسهم في تهدئة التوتر، ويجب على الليبيين ألا يخفقوا في تنفيذها. هو فرصة سانحة لأن نثبت للمجتمع الدولي بأن الشعب الليبي لديه الإرادة القوية والثقة والقدرة على أن يحسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق آليات وطنية. اجتماع سيرت الأول للجنة الترتيبات المالية يكتسب الأهمية بكل ما يحمله من أبعاد سياسية واقتصادية. اختتم أعماله ببيان طالب فيه الجهات المعنية ببيانات إيرادات كل من مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي ومؤسسات الاستثمار والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية كخطوة أولى لاستمرار أعمالها في مستقبل الأيام القادمة. إذن هي الثروة ومعضلة توزيعها، والتي مثلت منذ سنوات خلافا ونزاعا بين أطراف الأزمة، أدت في أكثر من مناسبة إلى إغلاق الحقول النفطية وتوقيف التصدير. فهل يكون التوزيع العادل للإيرادات خطوة نحو الاستقرار أم التصعيد في بلد مزقه الصراع وليس له دخل سوى النفط؟ وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة الخبير الاقتصادي مختار الجديد. أهلا وسهلا بك سيد مختار. ابتداء، هل خطوة التوزيع العادل للإيرادات التي نوه وأكد عليها المنفي في كلمته اليوم، هل هي خطوة نحو الاستقرار أم أن التصعيد في بلد مزقه الصراع وليس له دخل سوى النفط لربما ستكون خطوة نحو الانحدار إن صحت اللفظة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لمتابعي قناتكم الكرام. طبعا حقيقة حديث المنفي يحمل الكثير من المتناقضات. أول نبدأ من النقطة الأولى، حديث المنفي عن يجب حسب موارد في تقريركم يجب إبعاد اللجنة عن التجاذبات السياسية. أولا، هل المنفي مقتنع بعدم عدالة توزيع الثروة عشان يشكل لجنة تقوم بإعادة توزيع الثروة؟ يبدو أنه غير مقتنع بعدالة توزيع الثروة. للعلم، ميزانية الدولة حوالي 80% أو أكثر أو 85% منها ذاهب إلى دعم الوقود اللي يذهب لكل الليبيين، والمرتبات اللي يتخاصموا فيها كل الليبيين، يعني حوالي 2,800,000 موظف، هذه كلها في كل أرجاء ليبيا. إبعادها عن التجاذبات السياسية. ونسى المنفي أن تشكيل اللجنة جاء بناء على تهديدات حفتر بقفل النفط إذا لم يتم معالجة هذا الأمر أو تشكيل لجنة قبل نهاية أو في أغسطس. إذا كيف نبعد عن التجاذبات السياسية وهي أصلا شكلت بناء تهديدات من طرف يعني لنشاط سياسي على الأرض؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، أيضا شاهدنا كيف جالسين على الطاولة طرفين، طرف من الشرق وطرف من الغرب،
وهنا نتساءل وين الطرف الثالث، وين المضلع الثالث؟ ليبيا إذا كانوا ناخذوها بالأقاليم هي ثلاث أضلع، ضلع طرابلس وضلع برقة وضلع فزان. نحن أنا الآن شاهدت على الطاولة ضلعين، ضلع طرابلس وضلع برقة. وين ضلع فزان؟ لا أعتقد أن طرابلس لها الحق أنها تنوب على فزان، ولا برقة لها الحق أيضا تنوب على فزان. إذا كانوا يتكلموا على تعديل توزيع العادل للثروة يجب أن يكون الكلام واضح وصريح. ليبيا إذا كانت تأخذها بالأقاليم ليست إقليمين وإنما ثلاثة أقاليم، وليس من حق إقليم برقة أن يفرض الوصاية على إقليم فزان. هذه نقطة. النقطة الثالثة، وهذا رد على كلام المفتي أنها ليست لا يجب إبعادها عن الجدوات السياسية. السؤال كيف تم تشكيل لجنة؟ هذه اللجنة إما أن تكون سياسية أو تكون لجنة فنية مالية متخصصة. إذا كانت لجنة فنية مالية متخصصة يجب أن يكون فيها ناس متخصصين، ولو كانت لجنة فنية لن يكون فيها المنفي رئيسا، لأنه مع احترامنا لشخص لا يفهم في الأمور المالية ولا يفهم الأمور الاقتصادية، فلذلك يجب أن يبتعد عليها. ولكن اللجنة مشكلة من أطراف من الغرب الليبي ومن الشرق الليبي وفقا لتوجهات سياسية، ولا تحتوي أي أشخاص ذو خبرة مالية. إذا هي ليست لجنة فنية إنما هي لجنة سياسية بامتياز. هو مطلب التوزيع العادل أو تناقش إمكانية تقاسم، مطلب قديم منذ أو إبان العهد السابق ويتجدد لربما ويطفو على السطح كل بعد فترة. لكن السؤال هنا، ألا ترى أن ما لوح به نورلاند في فترة من الفترات بلجنة الترتيبات المالية التي سبق وأن أصر عليها وطرحها حتى في ملتقى جنيف، ألا ترى أن الشكل اللجنة الحالي مقارب لما تحدث عليه نورلاند في فترة ما، إلا أن الفارق هنا بأن هذه اللجنة مكونة من أشخاص محليين بالكامل عوضا عن تلك التي لربما قصدها نورلاند بمشاركة دولية؟ نعم، وكانك تقول أن هذه اللجنة أفضل، في حل ثالث أفضل من كلا اللجنتين. لا أقول أفضل، لا أقول أفضل، أنا فقط أنا قربت لك الصورة، ما أوجه الفرق والاختلاف بين اللجنتين؟ يعني أنا أرى أن كلا اللجنتين غير مجديات، في حل ثالث بديل ثالث وتم طرحه من عدة أطراف، من ضمنها ونحترم هذا الطرح من قبل مؤسسة من قبل وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية. هذا الطرح يقوم على فكرة بسيطة، وإحنا إحنا عندنا قانون مالي للدولة، بإمكان مجلس النواب إعداد ميزانية يتم إعدادها وفقا للأقاليم الثلاثة، مش توزيع العادل للثروة. التوزيع العادل للثروة يا أستاذ محمد راه يعني ضمنيا تقسيم ليبيا. نعم، يعني لما تكلم عن توزيع العادل للثروة يعني أعطيه حكومة دبيبة فلوس في الغرب وأعطيه حكومة الثانية هذا اسمها حماد فلوس في الشرق، وخلي حكومتين يخدمن على الأرض. هو هذا راه توزيع الثروة. توزيع الثروة هذا خطوة أولى على طريق تقسيم ليبيا، يعني هذا المطلوب. خلاص يبي يديروها، يلا يديروها وخلي تنقسم ليبيا، ضلها تردها. خلي مجلس النواب يصدر لنا ميزانية وبناء عليها يتم تقسيم الثروة وتقسيم الميزانية وفقا لأبوابها بين الأقاليم الثلاثة، وتم توزيعها بهذا الشكل. ليش نحاولوا اختراع العجلة؟ يعني الأمر لا يتطلب كل هذا اللجان وكل هذا الشغل. بالإمكان إصدار قانون للميزانية وفقا لأبواب الميزانية وباعتمادا على تقسيم الأقاليم في ليبيا. هذا الأمر يحل لنا المشكلة، وخلي كل واحد وكل اقليم ياخذ فلوسه، وهنا بعدين تفاهموا بناء على عدد السكان، بناء على اي معيار يتم تقسيم هذه الموارد، وخلي تقاسموها. انا اقدر تماما حرصك، عفوا سيد مختار، اقدر حرصك تماما وحماستك، وانك لا تعي بالضبط مساله فلتنقسم البلاد، والله ليردها كما ذكرت، واتمنى الا يكون ذلك والا يحدث يوما ما، ولا نسوق لمثل هذه الأفكار مهما كانت الاختلافات وحجم التحديات أمامنا. أستاذ محمد أنا أقدر تماما، نعم باب الحرقة يعني، نعم لا أنا مقدر تماما لكلامك، وأعرف ما الذي تقصده سيد مختار الجديد، وأنك من أحرص الناس على وحدة التراب الليبي. لكن هناك سؤال آخر لربما طرحه بعض المتابعين والمراقبين، متمثل في أن لماذا طالما أن هناك مشكلة في توزيع الإيرادات ومشكلة في مسألة توزيع هذه الثروة وحجم الفساد الكبير الذي للأسف شاب المؤسسات الرسمية في الدولة الليبية، لماذا ذات الوجوه الموجودة في كل مؤسسة سيادية، في كل حكومة، في كل لربما مؤسسة عامة، هي التي تتمثل اليوم في هذه اللجنة؟ هو بسبب بسيط، لأن هؤلاء متصدرين المشهد يحاولوا تقاسم الثروة. يعني هو حاليا والله توزيع العادل للثروة ما هو بين الليبيين،
توزيع العادل لعملية الاختلاس والسرقة اللي حاصلة على الأرض حاليا. الكل يشوف ما يحدث في طرابلس ويشوفوا انفاق الحكومه ويعتقدوا ان هناك فساد كبير في هذه في عمليه الانفاق، بمعنى يعني كل طرف يريد نصيبه من او كعكه نصيبه من الكعكه من ايرادات ليبيا باختصار. هي هذه، واعتقد كل الليبيين فاهمين هذه اللعبه وهذا الامر. حاليا نحن في مشكله حقيقيه، وهي كيف يتم تقسيم السرقات بين اللصوص في ليبيا. بالاخير هذه اللي اشتغل عليها، لا موضوع فني ولا غيره. اعطيني حصتك وحصتك، اعطيني كذا خذ كذا، تقاسم المشاريع، تقاسم البنى التحتيه، تقاسم التنميه، بدل ما تنفذ البنيه التحتيه تنميه تنفذها في بنغازي، تاخذها حكومه دبيبه ويشوبها ما يشوبها من فساد، لا اعطيها الحكومه حماد، خليه يقوم بالتنميه في بنغازي وياخذ نصيبها، او تاخذ حكومه بنغازي تاخذ نصيبها من 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 هالاموال. ببساطه هو هذا الموضوع بصراحه يعني، وخلينا نكون واضحين، يعني ربما نقول في كلام يجيب لي مشاكل، ولكن حقيقه هذا الكلام الواقع واللي موجود على ارض الواقع، يعني محاوله لتقسيم الاموال. ولا بالنسبه لنا كمواطنين، والله ما فارق معانا اللص، سواء كان في الغرب اسمها ابو عجيله، والله كان في الشرق اسمها مراجع، اللص لص في اي مكان راح. اشكرك. سرقه اموال الليبيين لا يعنينا من يسرقها، ما دام سرقت ونهبت، ما دام نهبت فهذه مش فارقه معانا من ينهبها. الخبير الاقتصادي مختار الجديد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ضيفا عبر الاقمار الصناعيه من داخل مصراتة، اشكرك شكرا جزيلا. أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في برازافيل بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وأضافت وهيبة في منشور لها أن المؤتمر الجامع للمصالحة وكل المؤتمرات المتعلقة بالمصالحة ستعقد داخل ليبيا بمشاركة كل الأطراف، مشيرة إلى أن اللافي ونغيسو بحثا في اجتماع لهما عددا من الملفات أبرزها سبل دعم اللجنة الإفريقية للجهود الرئاسي في المصالحة، وفق قولها. هذا وكان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي قد بحث آليات دعم الاتحاد الإفريقي لجهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس على المستوى القاري والدولي. جاء ذلك في اجتماع له في الكونغو مع رئيس جمهوريتها رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزير خارجية الكونغو. وأكد المجتمعون دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الجامع الذي سينعقد في العاصمة برازافيل لوضع مقترحات لإنجاح تنظيمه بمشاركة الأطراف المعنية وفقا لما نقله المجلس الرئاسي. أفاد مراسل ليبيا الأحرار في مدينة نالوت بعدم استقرار الوضع في أغلب مدن ومناطق جبل نفوسة، وأن الشارع في منطقة الجبل الغربي لا يزال محتقنا. وأضاف مراسل الأحرار بنالوت أن محتجين قاموا بإغلاق الطريق الرابطة بين مناطق الجبل وغريان في كل من منطقتي شكشوك والعوينية، منوها إلى أن بلديات وأعيان مدن الجبل يعتبرون قرار الداخلية بدمج مديريات الأمن يؤدي إلى تغليب مناطق ومدن محددة على أخرى ويغير في الحدود الإدارية بين المدن.
هذا وقال عميد بلدية المشاشية خالد المشاي إنهم اتبعوا جميع الوسائل السلمية والقانونية لإلغاء قرار تقسيم المديريات بالجبل. من جهته قال عميد بلدية جاد عمر طابون إنه في حال تعنت حكومة الوحدة بتطبيق قرارات تنظيم المديريات في الجبل فإن ذلك سيؤدي للفرقة والضغينة والانقسام بين مدنه. كما هو عليه ما زال الخلاف والجدل قائما حول تقسيم مديريات الأمن بالجبل دعمته عدة بلديات ورفضته أخرى. وفي تلويح جديد بالتصعيد قال عميد بلدية المشاشية خالد المشاي إنهم اتبعوا جميع الوسائل السلمية والقانونية لإلغاء قرار تقسيم المديريات بالجبل، مؤكدا أنهم لم يفرطوا في الاستقرار وحالة التعايش التي يعيشونها بالمنطقة، محذرا من المخاطر التي قد تنجم عما سماها الاستهانة بالمواطنين في المنطقة وفق تعبيره. موقف آخر لا يختلف كثيرا عما أعلنه بلدي المشاشية، حيث قال عميد بلدية جاد عمر طابون إنه في حال تعنت حكومة الوحدة بتطبيق قرارات تنظيم المديريات في الجبل فإن ذلك سيؤدي للفرقة والضغينة والانقسام بين مدنه وسيقود المنطقة للمجهول، مضيفا أن القرارات غير المدروسة بضم بعض المناطق لأخرى بينها خلافات تاريخية يتسبب في إيقاد النعرات القبلية وأن إجبار المناطق الرافضة للمقترح أمر غير مقبول على حد تعبيره. وبالتزامن مع استمرار الخلاف يتزايد الحراك الرافض للقرار يوما بعد يوم، حيث شددت عدد من مؤسسات المجتمع المدني وناشطي ومشايخ وأعيان مناطق الجبل الغربي استمرارهم في معارضة قرار وزارة الداخلية بضم وتنظيم مديريات المنطقة، مؤكدين أنهم لن يرضخوا لهذه الخطوة. نستنكر عناد وزير الداخلية في استمراره بتنفيذ القرارات وعدم التزامه بتجميدها كما زعم، إلى حين صدور تقرير اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بالتحاور مع مشايخ وأعيان مناطق الجبل. ونستنكر صمت حكومة الوحدة الوطنية على عدم اكتراثها بما يجري من تعطيل التواصل مع البلديات المعترضة والتصعيد اليومي في منطقة الجبل على قرارات وزير الداخلية المكلف، مما ينبئ بخطورة الوضع وتعريض استقرار منطقة الجبل للخطر. وكانت عدد من مديريات الأمن قد أعلنت في وقت سابق تأييدهم لقرار وزير الداخلية بضم المديريات، محتجين بأن القرار جاء لبسط الأمن في ربوع البلاد للقضاء على التهريب. ورغم تدخل دبيبة وتشكيله لجنة بهدف استكمال جمع الملاحظات بشأن القرار ومحاولة وزير الداخلية تبرير موقفه بأن قرار الدمج تنظيمي بحث وليس لتغليب مدينة على أخرى، إلا أن البلديات الرافضة بدأت في احتجاجات شعبية والذهاب للضغط على رئاسة الحكومة لإيقاف القرار. شدد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة. هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماع أمني موسع أكد على استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي. هذا وقد حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز حفر السواحل وأمر قوة مكافحة الإرهاب ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية. شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة عدم إساءة أو إيذاء المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية. جاء ذلك في تغريدة للكوني على تويتر بمناسبة دخول السنة الهجرية، قال فيها إن هذا اليوم يذكر بأن الهجرة كانت حجر الأساس الأكبر للتاريخ الإسلامي بحسب تعبيره. إذن عبر الهاتف ينضم إلينا من زوارة مراسلنا من هناك راضي غواز. أهلا وسهلا بك راضي. إذن لو تطلعنا عن الأوضاع الأمنية عموما في زوارة وكذلك أوضاع ربما المهاجرين في حال تواجدوا. نعم طبعا يعني يعلم الجميع أن السلطات التونسية قد رحلت مئات المهاجرين خصوصا من مدينة صفاقس الساحلية جنوب البلاد بعد أن شهدت توترات
وصدمات بين سكان المنطقة الجنوبية بتونس ومهاجرين، طبعا بلغت ذروة هذه التوتر بمقتل مواطن تونسي. إثر ذلك طبعا شهدت الحدود توافد أعداد كبيرة من المهاجرين، نتحدث عن المسافة بين رأس الجير وحتى جنوب المعبر الحدودي وازن، نتحدث عن العسة طبعا الحدود بين ليبيا وتونس، هي منطقة تتوسط هذه الحدود، تشهد يوميا توافد مستمر للعديد من المهاجرين الغير نظاميين القادمين من الأراضي التونسية. طبعا بعد التواصل مع اللواء 19 أو 19 من حرس الحدود الليبية، طبعا يقوم بإسعاف وإيواء أعداد كبيرة من هذه من هؤلاء المهاجرين الغير نظاميين يوميا، أغلبهم طبعا أو كلهم من دول أفريقية. المهاجرين طبعا طوال الفترة الماضية تم تركهم في تلك المنطقة، طبعا تعتبر منطقة صحراوية دون أي مقومات نستطيع أن نقول للحياة، دون أكل دون مياه عذرا يعني دون أكل أو مياه، حتى يعلم الجميع أن درجات الحرارة في ازدياد مستمر. نحن نعلم أننا في ذروة الصيف اليوم تحديدا، درجة الحرارة تجاوزت 40 وفي بعض الأحيان تصل إلى 50 درجة. أيضا المنطقة الحدودية طبعا رأس جدير هي الأقرب بالنسبة لي بين ليبيا وتونس، رأس جدير وبوابة أيضا وازن شهدت منذ أسابيع موجات كبيرة ومتواصلة لتوافد هؤلاء المهاجرين الذين يتم نقلهم عن طريق السلطات التونسية. طبعا طيب راضي من وزارة الداخلية بعد نعم ما تتحدث عنه، ربما هل يجري بالتنسيق بين السلطات الليبية والتونسية؟ يعني حتى نكون واضحين، يعني في العلن لا يوجد أي تنسيق، يعني ما نشاهده لا نعلم يعني الأروقة الدبلوماسية ماذا تحمل بخصوص هذا الموضوع، ولكن في العلن لا يوجد أي تنسيق. مجرد مهاجرين يتم تركهم في نقاط قريبة من الحدود حتى ويتم توجيههم إلى الأراضي الليبية من الأراضي التونسية، يعني هذا لا يعني لا يبين أنه يوجد أي تنسيق بين السلطات حتى هذه اللحظة. نعم واضح، شكرا جزيلا لك مراسلنا من زوارة راضي غواز، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. دعا شقيق الحاج برنية حسن الثابت السلطات السعودية بالتعاون معهم وفتح كاميرات المراقبة لمعرفة المسار الذي ذهبت فيه شقيقته. وقال ثابت في مداخلة إن ابنها وابن أخيها توجهوا إلى مطار جدة للمشاركة في البحث عنها، مضيفا أن السلطات في مكة أكدت لهم أن كاميرات المراقبة لا تفتح إلا بإذن من وزارة الداخلية. ودعا ثابت العاهل السعودية وأمير مكة للتعاون ومساعدتهم في العثور على الحاجة برنية التي فقدت منذ 37 يوما. هذا وأفادت وزارة الخارجية بترتيب سفر أفراد من أسرة الحاجة برنية إلى السعودية عبر تعاون وتنسيق بين السفارتين في الرياض وتونس والقنصلية في جدة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لتعليمات رئيس حكومة الوحدة بتكثيف جهود البحث عن والدتهم المفقودة منذ أكثر من شهر أثناء تأديتها مناسك الحج، على أن تتولى الجهات الحكومية المعنية التنسيق فيما بينها والتنسيق مع السلطات السعودية على أعلى المستويات، مؤكدة استمرار المساعي بالخصوص. الآن مع الأخبار الاقتصادية والزميل محمد القرش، تفضل محمد. شكرا لك محمد. قال وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني إن ليبيا تحتاج إلى شراكة حقيقية ودعم من المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الزيداني في كلمة له خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن تنمية المستدامة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن ليبيا شهدت خلال العامين الماضيين انطلاق برامج وطنية للتنمية في عدة مجالات، مشيرا إلى أن ليبيا وقعت مع البعثة الأممية في إطار التعاون في التنمية المستدامة 2023-2025 والذي طابق بين مشروعات التنمية المحلية والبرامج القطرية للمنظمات الدولية. تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالهدف السابع المعني بالطاقة، تمثلت في استقرار معدلات الإنتاج لقطاع النفط في حدود 1.2 مليون برميل يوميا، واستقرار الشبكة العامة للكهرباء والطاقة، واستقرار الإمداد المائي لشبكة النهر الصناعي وتوفير المياه اللازمة للشرب. وتسعى ليبيا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه، وذلك لتحقيق للهدف السادس المعني بالمياه. وقد شهدت ليبيا خلال السنتين الماضيتين انطلاق برنامج عودة الحياة الذي تبنته حكومة الوحدة الوطنية، أثمر على إنجاز العديد من المشروعات التنموية في مجال الطرق وامدادات المياه والبنى التحتية وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى. بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي مع عمداء عدد من البلديات ميزانية التنمية الخاصة بمشروعات عودة الحياة والمشروعات المقامة بها. وزارة الحكم المحلي قالت أنه جرى مراجعة الإجراءات المتعلقة بالمشروعات المقامة بكل بلدية والتحقق من نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات ومتابعة الإجراءات الخاصة بها التي ما زالت تحت التعاقد بحضور 18 عميد بلدية، حيث نوقش كذلك الأولويات الخاصة بالبلديات فيما يتعلق بحل المختنقات العاجلة إضافة إلى كافة المشكلات والعراقيل التي قد تواجهها. شدد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد والتجارة جمال شعبان على الالتزام بتعليمات وزير الاقتصاد محمد الحويج بمتابعة عمليات تصدير واستيراد السلع والبضائع وتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر وزارة الاقتصاد تم فيه بحث آلية إصدار شهادات المنشأ للشركات الراغبة في تصدير السلع والبضائع المقيدة بسجل المصدرين بمركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد، وإلزامها بالحصول على شهادة المطابقة والمعايرة من قبل الغرفة التجارية المختصة، والتنسيق مع مصلحة الجمارك وموانئ التصدير، وإعادة تقرير تقارير شهرية تحال إلى مركز تنمية الصادرات. انطلقت بالعاصمة الصربية بلغراد فعاليات معرض الصداقة الليبية الصربية المختص بالمنتجات الوطنية الليبية بمشاركة 16 شركة ليبية وبإشراف من السفارة الليبية في بلغراد وبتنظيم من مركز تنمية الصادرات. وشهد المعرض في يومه الأول عرض الشركات الليبية عدد من المنتجات الطبيعية الليبية كزيت الزيتون والتمور والعسل ومنتجات الألبان والأسماك المعبأة والمصنعة في ليبيا وعروض أخرى من شركات التغليف والتعليم. أكد القائم بأعمال السفارة الأندونيسية لدى ليبيا ديدي رفاعي رغبة حكومة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري وقيمة الواردات إلى السوق الليبي. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها السفارة الأندونيسية لدى ليبيا بطرابلس، والتي دعت إليها عددا من رجال الأعمال الليبيين لاكتشاف السوق الأندونيسي وما يحتويه من منتجات متنوعة ذات جودة عالية، حيث وجه رفاعي دعوة لرجال الأعمال الليبيين لحضور فعاليات نسخة 38 من معرض إكسبو إندونيسيا التجاري المزمع عقده بالعاصمة جاكرتا منتصف أكتوبر القادم. أعلن مصرف الجمهورية أنه بإمكان زبائنه السحب النقدي من جميع الصرافات الآلية الموجودة والمنتشرة في مدن ومناطق البلاد. وحدد المصرف في بيان له سقف السحب اليومي لزبائنه بألف دينار وخمسة آلاف دينار أسبوعيا وعشرة آلاف دينار شهريا. كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز عن توزيع ما يقرب من 5 ملايين لتر من البنزين على محطات المنطقة الغربية. هذا وأعلن شركة البريغا توزيع أكثر من 700 ألف لتر من الديزل انطلاقا من مستودعها النفطي بطرابلس. أما في المنطقة الشرقية والوسطى فقد أوضحت الشركة أنها وزعت ما يزيد عن 6 ملايين لتر من وقود البنزين انطلاقا من مستودعها براس المنقار ببنغازي على جميع المحطات بالمنطقة الشرقية.
وأشارت الشركة إلى أن شحنات وقود الديزل الموزعة على المحطات تجاوزت 6 ملايين لتر، مؤكدة توزيعها أكثر من 14 ألف اسطوانة غاز طهو على بعض مدن ومناطق المنطقة الشرقية. أما جنوبا، وزعت الشركة قرابة 9000 لتر من البنزين على جميع محطات المنطقة الجنوبية. وأشارت الشركة بحسب بياناتها إلى أن شحنات وقود الديزل الموزعة على المحطات بلغت 140 ألف لتر، مؤكدة توزيعها أكثر من 2000 اسطوانة غاز طهو على المستودعات بمدينة سبها ومرزق وسبطات انطلاقا من مستودع سبها النفطي. إذن مشاهدينا، ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة. العودة الآن للزميلين مروة ومحمد. شكرا لك محمد. أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي حدوث تسرب كبير في المحطة أو في محطة 41 الواقعة قرب منطقة زويتينا، ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر ب 500 ألف متر مكعب. وأوضح الساعدي للأحرار أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب وأن المياه ستنقطع على المدن الواقعة بين بنغازي وجدابيا لمدة غير معلومة. المياه ولا شيء غيرها أن توجهت، ليس فيضانا لمطر منهمر ولا انهيارا لسد متخيل. هنا منطقة الزويتينة حيث المياه غمرت المزارع والبيوت، فما الذي حدث في أوج أيام القيض ودرجات الحرارة غير المسبوقة؟ اعتداء آخر على أحد أنابيب المياه في منطقة الزويتينة بين جدابيا وبنغازي، من جملة اعتداءات كثيرة تسجل كل فترة على النهر الصناعي. تفاصيل هذه المرة وفقا للمتحدث باسم الجهاز صلاح الساعدي هي سرقة صمامات الهواء والكوابل النحاسية من أنبوب المياه ما تسبب في انهياره. أكد إيقاف التسريب ومعه بالضرورة انقطاع المياه عن المنطقة. من غير المعروف المدة التي يحتاجها الجهاز لإصلاح الأضرار وعودة المياه. لفت متحدث الجهاز أنهم يحتاجون للكشف على الأنبوب لتقدير المدة اللازمة. التسريب هذه المرة ليس عادية ولا يمكن للجهاز تداركه على الفور. يقدر الجهاز كمية المياه المسربة بنحو 500 ألف متر مكعب، كمية هائلة أدت إلى غمر عدة مزارع ودخول المياه إلى منازل المواطنين. حتى الآن لم تسجل أي أضرار بشرية، لكن ما هي أسباب هذه الاعتداءات واستمرارها؟ وفقا للجهاز، المتسبب هذه المرة مواطنون قاموا بسرقة الصمامات لمد وصلات غير شرعية واستخدامها في أعمال الزراعة. في مرات أخرى كان السبب أعمالا وصفت بالتخريبية دون معرفة الهدف منها. استخدم النهر أيضا كورقة للضغط، لجأت مجموعات مسلحة في مرات سابقة لإغلاقه لتحقيق مطالب سياسية. قد تبدو حماية مشروع ضخم تمتد أنابيبه لمئات الكيلومترات أمرا صعبا في ظل وضع أمني وسياسي متأزم. في كل مرة يطالب الجهاز مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية للمشروع، مشروع تقدر نسبة المستفيدين من إمداداته بنحو 80% من سكان البلاد. وجهت حكومة الوحدة جهاز النهر الصناعي بالعمل بشكل مستعجل على صيانة أنبوب المياه بين جدابيا وبنغازي، بالإضافة إلى موافاتها بالأضرار التي لحقت به والإجراءات التي اتخذت أو اتخذها الجهاز. كما وجهت الحكومة وزير الحكم المحلي بالتواصل وبشكل مستعجل مع عميد بلدية جدابيا وتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي تسبب بها تسريب المياه وموافاتها بنتائج أعمالها. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي. أهلا وسهلا بك سيد الساعدي. ابتداء، ما هي الأضرار التي حدثت جراء هذا التسرب في إحدى محطات جهاز النهر الذي تعملون به؟
في البداية السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. على الرحب بك. وفعلا كما ورد في تقريركم الكريم، هذه ليست أول مرة، ولكن هذه نتائجها كانت جسيمة وكمية المياه كانت غير مسبوقة بالنسبة لنا. لما تتكلم على 500 ألف متر مكعب من المياه غطت أكثر من 2 كيلومتر من المزارع والمساكن، تسببت في عطش الناس من مدينة جدابية إلى مدينة بنغازي، تقدر عدد السكان فيها في حدود 1.5 إلى 2 مليون مواطن أصبحوا في لحظة بدون ماء. كل هذه الأشياء أو هذه المعطيات تبين لك أهمية المشروع وحساسيته، ومطلبنا الدائم أبدا كما أكدتم في التقرير ومناشدتنا لجميع الحكومات المتعاقبة بضرورة حماية المصدر الأول والوحيد للمياه في ليبيا. هذه نتيجة الاعتداءات كالعادة. أحد المواطنين سمح الله إن سبب في مشكلة كبيرة جدا بدون أن الله أعلم بدون قصد أو بدون قصد، ولكن هذه النتيجة كانت بصراحة غير متوقعة، وهذه الكمية كانت غير متوقعة. حاليا نحن نقوم بأعمال حماية أو يعني أعمال حصر منطقة العمل بالآلات الجرف، وبدينا في أعمال سحب المياه بالمنطقة العمل. حاليا الوقت الحالي يمكن في توا والجماعة يشتغلوا بإذن الله، متوقعين حتتم عملية تجفيف المنطقة اللي هي المحصورة غدا، وسيتم دخول فرق الكشف لتحديد نوع العطل وطرق الإصلاح وكيف الإصلاح، وبالتالي بعدها حيتم تحديد جدول زمني لعملية الإصلاح. نعم سيد السعدي. نعم. لو سمحت لي، يعني لربما في أوج أيام القيض ودرجات الحرارة غير المسبوقة التي يعاني منها المواطن وبعد هذه الحادثة المؤسفة جدا، كم من المتوقع أن تنقطع المياه عن المناطق أو المدن من بنغازي إلى جدابية؟ هل لديكم مدة محددة تستطيعون على الأقل حصرها؟ والله شو بنقول لك، أنا ما بيش نكون متشائم، ولكن الوضع اللي شفته اليوم كان وضع مأساوي جدا، ووضع تراجيدي بصراحة، يعني مأساوي. أنا طبعا أقل شيء لو أن المشكلة بسيطة، لن يعني مش أقل من أسبوع، لو أن المشكلة بسيطة جدا، يعني أعمال التجفيف وأعمال الكشف والإصلاح والتعبئة تحتاج إلى وقت أقل شيء أسبوع إلى 10 أيام مضى في الحد الأدنى. ولكن اللي شفته اليوم بصراحة كان بصراحة منبوب متضرر جدا، ويحتاج إلى عمل طويل، وانا متخوف، ولكن ان شاء الله نكون انا غلطان، يعني ما يكونش كلامي صحيح، اتمنى يكون كلامي غير صحيح هذه المره. على الاقل تقولوا علي انا قلت كلام غير صحيح، لكن اتمنى بصراحه اكون غير صحيح. لا حشاك سيد صلاح، اليوم الوضع بصراحه يزعل والله، يسلمك والله. نعم. يزعل. وانا يعني مقدر تماما تعاطفك وحرصك، ولربما وضع الناس في صوره ما حدث ويحدث هو الواجب المنوط بكم على الاقل لكي يأخذ احتياطاتهم فيما يتعلق بمسألة الإمداد المائي، لكن كيف يمكن السيطرة سيد الساعدي على استقرار وضع الإمداد المائي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا؟ أولا لابد من تفعيل القانون، نحن يبدو أن نحن شعب لازم نخاف من القانون، لابد من تفعيل القانون، قانون رقم 7 لسنة 21، هذا ضروري من تفعيله وبقوة. ضروري السيد النائب العام يؤكد على جميع وكلاء النيابة بتفعيل القانون وتجريم كل من يعتدي. هذا أولا. ثانيا، أي وصلة غير شرعية لابد أن تزال بالطيب بالقانون بأي أسلوب، لازم تزال أي وصلة غير شرعية. ثالثا وهو الأهم، ضروري من أن توجد استراتيجية مائية متكاملة، ضروري من وجود استراتيجية مائية متكاملة. لا يمكن الاعتماد على النهر الصناعي كمصدر وحيد وأول للمياه، لابد من وجود بدائل أخرى، وهذا مسؤولية الدولة وليس مسؤولية النهر، هذا مسؤولية الدولة، لابد من أنها يفكر وبجدية وبسرعة بإيجاد بدائل عن طريق محطة التحلية، عن طريق حفر آبار، عن طريق أي كان الطرق، ضروري أن تكون في بدائل. هذا ثالثا. رابعا وموضوع آخر، ضروري من دعم النهر الصناعي، إلى أن تجد البديل هتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تمويل. إذن الوقت الحالي عندك النهر الصناعي، لابد من تمويله ولابد من دعمه ولابد من النظر إليه أنه هو أمن قومي مائي، ما
حدث اليوم في جدابية قد يحدث في أي مدينة أخرى، وكما أكتبتم في تقريركم حدث في طرابلس وحدث في مصراتة وحدث في بن وليد وسيحدث مرة أخرى إذا استمر الوضع بهذه المهزلة. نحن متأثرين جدا وزعلانين جدا. مجهودنا نحن كنا نفكر في زيادة الإنتاج من يومين بس أدخلنا أبار أخرى في الحساونة عشان نزيد الكمية الإنتاجية وكنا فرحانين بنوصل 1,350,000 مع نهاية السنة، وفي منطقة السرية صرت 500,000 مع نهاية السنة. طيب. وكنا متأملين أن يكون إنتاجية تزيد، ولكن صراحة نمشي خطوة لقدام ورد عشرة لورا شيء يحبطنا ويزعمنا وانت عارف يعني تشتغل انت من اجل الناس مش مهتمه بيك ومش فاهمه حجم التعب عانكم الله سيد صلاح الساعدي. وحتى يتضح للناس الكميه المهدره التي تقدر ب 500,000 متر مكعب هي تقريبا تقدر ب 170 مسبح اولمبي، حتى يكون الناس في صوره الكارثه التي حلت بهذه المنطقة. أشكرك على كل هذه الإيضاحات وسنكون على تواصل دائم معك حتى تحيطنا بآخر التحديثات فيما يتعلق بهذه الكارثة التي نتمنى أن يتم تداركها في أقرب الأجال. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح السعدي، كنت معنا ضيفا عبر الهاتف من داخل بنغازي، أشكرك. أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التغذية الكهربائية عن مناطق الجميل وزوارة ورجدالين صباح اليوم الخميس نحو 5 ساعات. وقالت الشركة على صفحتها عبر فيسبوك أن فصل التغذية سيكون في إطار الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنبا للفصولات التي قد تحدث، مبينة أنها ستجري أعمال صيانة وتنظيف وغسيل لخروجات محطة تحويل الجميل جدي 220. شدد رئيس هيئة التنمية بمنطقة فزان الزراعية عمر بوسعدة على ضرورة دعم المشاريع الزراعية التابعة للقطاع العام في منطقة فزان، واصفا ضرورة الدعم بقضية الأمن القومي. وقال أبو سعدة للأحرار أن منطقة فزان قادرة على دعم الأمن الغذائي في البلاد بنسبة 50%، لافتا إلى أن المنطقة تحتوي 100,000 هكتار صالح لزراعة القمح والشعير، 30% منها يتبع القطاع العام و70 للقطاع الخاص. كما حذر رئيس هيئة التنمية من احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية نتيجة الصراع الروسي الأوكراني. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا الرياضية يصحبنا فيها الزميل بدر عمار. إليك بدر. شكرا لكم عمر ومحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تشد بعثته بطل الدوري الليبي لكرة القدم في النسخة الأخيرة الأهلي طرابلس الريح على يوم الجمعة إلى السعودية من أجل التحضير للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة. وأخذ فريق الأهلي طرابلس تدريباته الأخيرة وسط حضور جماهيري غفير جمع بين الاحتفال باللقب 13 وتوديع الجماهير الداعمة للفريق قبل الدخول في المنافسات العربية. مدرب طارق جرايا يعمل على الرفع من العامل البدني للفريق ليكون جاهزا لمنافسة الثلاثي في المجموعة بين الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري. جددت اللجنة التسييرية بالنادي الأهلي بنغازي تعاقدها مع الثنائي محمد الترهوني والحارس وقائد الفريق مراد لوحيشي تحضيرا للاستحقاقات القادمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أندية إفريقيا. وتسعى اللجنة التسييرية بالنادي الأهلي بنغازي للمحافظة على قوام الفريق بتجديد عقود أبرز اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزا في منافسات الدوري الممتاز الذي وصل من خلاله إلى وصافة فرق مرحلة سداسية التتويج، حيث سيشارك الأهلي بنغازي بعد حلوله في الوصافة في منافسات دوري أبطال أندية إفريقيا للموسم الرياضي 2023-2024. طغت في الفترة الأخيرة ظاهرة سيطرت بشكل كبير ولافت على منصات التواصل الاجتماعي وربما تجاوزت في بعض الأحيان العلاقة الاجتماعية، وهي ظاهرة التعصب الرياضي بعيدا عن الانتماءات والتشجيع الرياضية. طفحت على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة مقيتة أخذت تستفحل وبشكل كبير في الأوساط الرياضية، ألا وهي ظاهرة التعصب الرياضي.
التعصب الرياضي تنبذه كل الأعراف والتقاليد الرياضية في مختلف البلدان، غير أنه بات اليوم لدينا ظاهرا للعيان أكثر من أي وقت مضى، فمن المسؤول على ذلك؟ السبب الرئيسي اللي هو الناس اللي مسؤول على كرة القدم في ليبيا اللي هو اتحاد كرة القدم الفرح، يعني اتحاد كرة القدم ما كانش يعني في المستوى، اتحاد يعني يجامل في فرق على حساب فرق، بصراحة يعني في ظلم الأندية، حتى مش في السداسي، حتى قبل حتى في الدوري، واحنا عارفين وعندنا علم وعندنا اطلاع، بصراحة يعني ما كانوش قد المسؤولية. مسؤولون وإعلاميون ولاعبون قدامى وضعوا أنفسهم وقودا لحرب خاسرة عندما أسهم بعضهم في نشر الكراهية من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني فيه ناس محسوبة، حتى الإعلام يعني اقتحمت الإعلام الرياضي بشكل كبير، تصريحات لا مسؤولة، تصريحات غريبة مستفزة للخصم، انت كإعلامي محسوب على نادي، ما فيش داعي انك تأجج الوضع اللي هو اللي تزيد على ما هو حاصل الآن. التعصب الأعمى أداة سيئة تستعمل لاستمالة عواطف عامة الناس دون النظر إلى نتائجها التي قد تودي بحياة المناصرين، فالشواهد على ذلك كثيرة. بالتأكيد نحن كمسلمين ومن ثم كعرب يجب علينا أن ننبذ هذه الأفعال وهذه السلوكيات، لأن بصراحة الجيل الحالي والجيل القادم تشرب التعصب من ونهل التعصب من المراكز الإعلامية ومن مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. صدقوني أن السنوات القادمة قد تكون أسوأ من ما نعيشه اليوم. كرة القدم الليبية أضحت اليوم جسدا بلا روح، فلا ملاعب ولا مؤسسات رياضية حقيقية ولا مسؤولين يخططون لحصد نتائج وبطولات على المستوى الدولي. فهل الدوري المحلي الذي وصف زورا بالممتاز يحتاج إلى كل هذا التعصب والتناحر؟ عبد الباسط عمار لقناة ليبيا الأحرار مصراتة. تحتضن القاعة الكبرى للألعاب الرياضية في العاصمة طرابلس يوم الجمعة مباراة نهائي كأس ليبيا لكرة السلة، والتي تجمع بين بطل الدوري الليبي في النسخة الأخيرة الأهلي بنغازي والاتحاد. ومن المنتظر أن يشهد نهائي كأس ليبيا تنافسا كبيرا بين فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد، حيث شهدت مباريات الفريقين في مرحلة دور الثمانية ورباعية تتويج منافسة قوية وشرسة حتى أنفاسها الأخيرة. المباراة تقرر أن تقام بحضور الجمهور لتكون مسك الختام في رزنامة الاتحاد الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023. يدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة يوم الأحد القادم معسكرا داخليا استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا المقامة بمصر مطلع 10 سبتمبر المقبل. صرح رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة خيري دوا في مداخلة هاتفية مع برنامج الجولة بأن المدرب غازي قبعة سيضيف لاعبين جدد على قائمة المنتخب الوطني الفائز بذهبية دورة الألعاب العربية. وأضاف دوا أن المنتخب الوطني سيدخل معسكرا تحضيريا مشتركا مع المنتخب المغربي قبل السفر إلى مصر نهاية الشهر الجاري وخوض المباريات الودية في القاهرة قبل انطلاق منافسة كأس إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم. كشف موقع فوتبول إيطاليا أن أندية ويستهام يونايتد ومانشستر يونايتد ونابولي تتسابقوا من أجل ضم نجم المنتخب المغربي سفيان مرابط. وأشار التقرير إلى أن اللاعب المغربي لم يظهر الاقتناع الكامل بخطوة الانضمام لبطل الدوري الأوروبي ويستهام الإنجليزي هذا الصيف، مما سيجعل التسابق بين المان يونايتد ونابولي من أجل الظفر بخدمات سفيان مرابط الذي يطالب ناديه الحالي فيورنتينا مقابلا ماليا يصل إلى 30 مليون يورو للتخلي عن نجمه في سوق انتقالات اللاعبين الحالي. أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي ميلان يرغب في التخلي عن الكرواتي أنتريبيتش والبلجيكي ديفوك أوريجي خلال سوق الانتقالات الحالية. وأشار الصحفي الإيطالي المختص في انتقالات اللاعبين فابريسيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن ثنائي ريبيتش وأوريجي ليس جزءا من بعثة ميلان المسافرة في الجولة الصيفية استعدادا للموسم الجديد، ويبحث ميلان عن بيع اللاعبين غير المرغوب فيهما من أجل إفساح المجال لصفقات جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.
ختام الجولة الرياضية، العودة إلى مروى ومحمد زينوبة وبقية الأخبار في هذه الليلة. إليكم. شكرا لك عمار. انطلقت الخميس امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي، حيث بلغ عدد الممتحنين فيها أكثر من 86 ألف تلميذ وتلميذة في كافة أنحاء البلاد. وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن التلاميذ موزعون على عدة فئات بينهم الصم والضعاف السمع، إضافة لتلاميذ شهادة التعليم الأساسي الديني. وكان وزير التربية والتعليم ومدير المركز الوطني للامتحانات قد اعتمدا في الرابع من يوليو الجاري نتيجة الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. إذا وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام النشرة. عم محمد، نترككم الآن مع حوارية الليلة والزميل آزم علي. إلى اللقاء. دمتم بخير. ثمانية أطفال تقريبا ماتوا في مشافي مصر خلال عملية زراع النخاع العظمي أو بعدها. من المسؤول؟ وأين الحلول؟ وما مصير البقية؟ بعد الفاصل.